نعم. جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول: ما حكم إطالة الأظافر للمرأة؟ لا تجوز إطالة الأظافر لا للمرأة ولا للرجل. ومن خصال الفطرة وسنن الأنبياء تقليم الأظافر، ولا يتشبه الإنسان بالحيوان كالكلاب والحيوانات والقطط التي لها أظفار، الإنسان كرمه الله عن ذلك، فلا يتشبه بالحيوانات والسباع. هذا ناحية. الناحية الثانية أن الأظفار إذا طالت يتلبد تحتها الوسخ، وربما تضر بالصحة، ربما أنها تضر بالصحة، وأيضا ربما يدخل يكون تحتها نجاسة، ربما يدخل تحت الأظفار نجاسة. وكذلك الجنابة وحدث الأكبر من الحيض والنفاس، لا بد أن الماء يعمم على الأصابع وعلى الجسم، فإذا كان الظفر طويل ويحجب الماء فالذي تحته لا يصل إليه الماء فلا تتم الطهارة. فتطويل الأظافر لا يجوز، حرام من عدة نواحي. نعم.